بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن في البداية بحب أن أنا أشكر كل القائمين على هذا الحفل، الإدارة التنفيذية للنادي بكل اللي عاملين فيها ومجهودهم الكبير. أن الحفلة ديت اتكررت، القرار فيها كان أول امبارح بس، يعني من 48 ساعة. أن يحصل كل هذا الأمر في 48 ساعة فده شيء الحقيقة مذهل، وشيء لازم أن احنا نقف عنده ونشكر الإدارة التنفيذية، كمان القائمين على الحفل من إخراج الأستاذ هشام جمال والأستاذ حازم هلال، كل الناس اللي ساهموا بجدية في إخراج هذا المشهد. كمان النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر والسادة الكباتن مديرين فنيين، ويمكن عملوا حاجة بتقول برضو للنادي الأهلي إن هم النهاردة ده يوم اللاعبين، فهم اللي قالوا كل اللاعبين بس اللي يكون موجودين، حتى الأجهزة الفنية اللي هي ليها دور كبير جدا مش موجودين على المسرح، الموجود النهاردة اللاعبين. عشان كده بشكر النشاط الرياضي بكل أجهزته وبكل إدارته. كمان في مشهد شايفه من ولادنا، ولاد النادي الأهلي وشباب النادي الأهلي اللي هم منظمين الدخول والخروج، وكل اللي انتوا شايفينه ده ليهم دور في تنظيمه مع وليد مبروك ومع كل يعني الأساتذة والكباتن الموجودين. الحقيقة عملوا برضو في 48 ساعة ان هم ازاي يطلعوا حاجة تليق باسم النادي الأهلي. الشباب ده هم ده الشباب اللي ان شاء الله هيكون موجود في قيادات النادي الأهلي بعد كده، ولازم من دلوقتي بيتعودوا ان هم يشاركوا في تنظيم مثل هذه الأمور، سواء مباريات أو حفلات، علشان نخلق من خلالهم كوادر بإذن الله قادرة على إكمال المسيرة في النادي الأهلي. الأبطال بقى، أبطالنا الحقيقة النهاردة هو يومهم، اليوم اللي احنا المفروض بنكرم فيه كل المراكز الأولى، اللي بيحصل على المركز الأول. النادي الأهلي يا جماعة ما بيفرحش إذا كان في أي مركز تاني، المركز الأول بس هو اللي فرح النادي الأهلي بجمهوره. عشان كده احنا النهاردة مع كل أبطالنا سواء من الناشئين حتى الفريق الأول، كلهم يعني بيتمتعوا بهذا الحس مركز الأول. ولكن كمان لأن أعتقد ده هو المكان الطبيعي للنادي الأهلي ولازم كلنا نحافظ عليه بإذن الله، لكن عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. تخيلوا كم بطولة السنة دي اتحققت، كم بطولة النادي الأهلي بكل ألعابه فردية وجماعية، لاعبين ولاعبات، اتحققوا كم بطولة؟ 296 بطولة. ده رقم فلكي، رقم عجيب، يعني الحمد لله رب العالمين. عشان كده احنا بنقول الحفلة دي مهمة. 700 لاعب في النادي الأهلي حقق هذا الرقم، 296 بطولة ما بين فردية وما بين جماعية. طبعا يمكن بحيي كل أبطالنا وعايز كلنا نشاركهم في التحية، لتحية كل أبطالنا اللي على المسرح، مش بس بقى اللي على المسرح، كمان اللي موجودين دولت، هم دولت يعني بيمثلوا كل أبطالنا التانيين. عشان كده أنا عايز الكاميرات اللي موجودة تروح للمدرج ده وتشوف الناشئين بتوعنا اللي موجودين، كل الناشئين دولت هم المستقبل، هم المستقبل، هم الأمل، وانتوا يا شباب اللي هتكونوا موجودين هنا قريب جدا ان شاء الله بمجهودكم وبإخلاصكم هتكونوا واقفين بإذن الله مكان زمايلكم دولت عشان تكملوا المسيرة بإذن الله. عايز اقول حاجة مهمة، من 1907 لغاية النهاردة ليه كم البطولات ده في كل الألعاب، مش معنى النادي الأهلي، النادي الأهلي في كل حاجة الحمد لله رب العالمين بشكل جبالي بشكل جماعي. من 1907 لغاية النهاردة كل مجالس إدارات تغيرت، وكل إداريين اتغيروا، وكل المدربين اتغيرت، وكل اللاعبين اتغيرت، كله اتغير، حتى الكرة اتغيرت، كرة شكل الكرة يعني، حتى طرق اللعب اتغيرت، حتى طرق التدريب اتغيرت. اشمعنى النادي الأهلي؟ محدش فينا فكر ليه الأهلي؟
الأهلي من 1907 لغاية النهاردة بيحافظ على شخصية البطل. شخصية البطل دي مش من فراغ، شخصية البطل دي هي المستمرة، هو ده الشيء المستمر. شخصية البطل النهاردة أن يكون عنده عزيمة، عنده إصرار، عنده طموح أن يكون دايما نمرة واحد، عنده شيء مهم جدا يتحمل الضغوط. اللي بيلعب في النادي الأهلي أيا كان، واللي بيمثل النادي الأهلي كمدرب أو كلاعب أو كإداري أو كعضو مجلس إدارة، بيمثل قلعة حمراء، بيمثل روح الفانلة الحمراء. التيشيرت دي ليها معنى، عشان كده شخصية البطل لازم تكون موجودة في الكل عشان النادي الأهلي يستمر. وأملنا كبير جدا بإذن الله كلنا نتمتع بالشخصية دي عشان النادي الأهلي بإذن الله يكون دايما في المقدمة إن شاء الله.